صادق عليه السلام رواية عميقة، ما من عبد نقراها ونمر عليها مرور الكرام، لا تحتاج إلى تأمل. ما من عبد أسر خيرا فمضت الأيام إلا وأظهر الله له خيرا، وما من عبد أسر شرا فمضت الأيام إلا وأظهر الله له شرا. عجيب سيدي ومولاي، تدري مفهوم الرواية شنو يعني؟ يعني أنت عالمك الخارجي هو نتاج عالمك الداخلي، يعني ما يصيبك في الخارج نتاج نواياك الداخلية. فإذا رأيت البركة وإذا رأيت الخير وإذا رأيت التوفيق وتيسير الأمور في حياتك، فاعلم أن نواياك طيبة، نواياك الحب، نواياك الإصلاح، نواياك الخير تجاه الآخرين واتجاه نفسك. وإذا رأيت انعدام البركة وسلب التوفيق، فاعلم أن النوايا، هذا الإنسان خلي يعلم أن النوايا الداخلية نوايا شر وضغينة وحسد وحقد وسوء. تدري قد خطير هذا المعنى؟ يعني الظروف المحيطة بي إذا أشوفها مو مؤاتية، مو عاجبتني، مو منسجمة معي، قبل أن ألوم الجهات الخارجية، الأطراف الخارجية، الناس والزوجة والعمل و أول ما أرجع للداخل أعيد ترتيب نواياي، أفتش عن هذه النوايا، أعيد تنظيمها وأرشفتها مرة أخرى، ملفات النوايا أرتبها وأطلع عليها. ليش؟ لأنها النوايا خطيرة جدا جدا، ما يدور داخلك يؤثر على خارجك. هاي روايات آل البيت عليهم السلام، وما شاء الله روايات، مو رواية وروايتين بإذن الله. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي شوف طيب، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الطيبة والخبث هذه نية نفسية تأثر على العالم الخارجي. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من حسنت نيته زيد في رزقه. رزق خارجي لكن النية